السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على القناه لمواليد برج السرطان حبايب قلبي. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدم. برج السرطان دي طاقتك ودي توقعاتك ودي تبشراتك لشهر فبراير باذن الله. هيكون الطالع بتاعك جميل علشان انت الفتره دي في كميه انتظار رهيبه. ان شاء الله باذن الله اخبار ساره وتوقعات جميله من اجل حياتك الفتره اللي جايه. اللهم انت تعلم ما يفرحني وتعلم ما يشغل تفكيري وما يضيق صدري لاجله يا رب، وكلتك امري فاصلح لي شاني كله باذن الله. الاخبار الساره ليك، ونشوف مع بعض اخبارك. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طيب، عايز اقول لك ان الطالع بتاعك جميل جدا جدا الفتره دي. انت هيتفتح عندك ابواب مغلقه. عايز اقول لك اول حاجه بشرك بيها خطوبه، زواج، ارتباط، علاقة حب قوية أو رجوع بإذن الله لأشخاص غايبين عنكم. وفي نفس الوقت كمان عندك أطفال بتلعب حواليك، وعندك بنوتة زي القمر ما شاء الله عليها. انت خايف عليها جدا اذا كانت بنتكم او حد انتوا تعرفوه، والله اعلم، بس انت عندك بنوتة زي القمر بتحبها جدا. اغلبكم اليومين دول بيفكر في الماضي بشكل مستمر، مش عايز يرجع للماضي او عايز يرجع الله اعلم، بس انت بتفكر في الماضي. عندك هنا عين قوية عاملة لك حبة عراقيل في حياتك، دموعك على خدك، دموعك ما بتنشفش. في كمان شخص عزيز على قلبك فقدته، كنت بتحبه جدا، بتحب تتكلم معاه، بتحب ان تسمع رأيه، بتحب ان هو ينصحك، كان بينك وما بينه كلام حلو. الفترة دي من اكتر الفترات اللي انت مكركبة، عندك ضغط فيها، عندك حسد في شغلك، عندك ضغط نفسي، عندك بعض الامور المعقدة، بس كل الامور دي هتتحل الفترة اللي جاية علشان انت ناوي تاخد خطوة لقدام او ناوي تعمل حاجة جديدة في حياتك. والحاجة الجديدة دي اللي انت هتعملها هتاخد بعض الامور المختلفة باذن الله. انت طال انتظارك، يعني انت انتظرت كتير واستحملت كتير، وكل اللي انتظرته واستحملته انت قادر عليه. وزي ما قلت لك الضربة اللي بتجيلك بتقويك ما بتوجعكش، وعلشان كده خليلي بالك من نفسك. انت الفترة اللي جاية هتعيش في سلام واستقرار نفسي، بس ما تحكيش عن اي حاجة تخص حياتك. في انت مع علاقة او مع شخص غامض، او مع شخص بيأذي فيك، شخص بيتلاعب عليك، شخص عامل لك وش المحبة، شخص عامل لك وش الملاك، الله اعلم. بس في اشخاص عندك مزيفين، اشخاص عندك بيدعوا الحب، بيدعوا ان هم بيحبوك، بيدعوا ان هم اشخاص كويسين، اشخاص لطفة في حياتك، بيدعوا ان هم بيحاولوا ان يلعبوا عليك. فانت خليك اقوى من اي حد ممكن يلعب عليك او من اي حد ممكن يأذيك. في كمان هنا حاجة صعبة، الحاجة الصعبة دي انت قدها وواخد فيها قرار حاسم. علاقة جديدة، اطباع غريب انت هتخطيه. في هنا غيمة، والغيمة دي غيمة من الحزن او من دمعة عينك اللي نازلة على طول بسبب ان حظك فشل اكتر من مرة، او انت فشلت في كذا موضوع اكتر من مرة. الايام دي انت لازم تكون واثق في قدراتك، لازم تكون واثق اكتر في نفسك، لازم تكون واثق اكتر في اي حاجة تخص حياتك. ليه؟ علشان الفترة اللي جاية انت هتعزز وهتدي. في حد هنا يعني هيجيب لك هدية، خلي بالك. وفي قرار هتاخده، القرار ده هيكون حلو. وبسم الله ما شاء الله. في هنا الطاقة، والطاقة دي هتخرجك من امر اللي في حياتك. في كمان بسم الله ما شاء الله، يعني بجد انت كده خلي بالك علشان محدش يحسدك. بعض الفوضى وبعض الكركبة اللي انت فقدت فيها مشاعرك، فقدت فيها حبك للآخرين، فقدت فيها اي حاجة، الامور عندك هتكون لصالحك وهتتبدل الاضواء عشان عندك معارف او عندك حاجات هتسيطر عليك في الخير. قلبك هنا ناوي ان هو
مش يوزع حب، ناوي ان هو ما يتفتحش لحد زي الاول. وعلشان كده انت هيجيلك اللي هيدخل حياتك فجأة، هتحس قد ايه الشخص ده غير حياتك، قد ايه الشخص ده فرق معاك قوي. في هنا حاجة عايز تصلحها في بيتك، لا اما تليفونك عايز تصلحه، لا اما حاجة في ارض بيتك، الله اعلم. في حاجات انت عايز تصلحها عندك، وبالفعل هتصلحها علشان هتكون خير ليك. في محكمة، والمحكمة دي هتكون تيسير، وهتاخد بالك من شخصين بيلعبوا عليك، شخصين عايزين يوقعوك ويمسكوا عليك غلطة. مفيش حد بيسند حد، انت اللي بتسند نفسك بنفسك، وانت اللي هتكون الدعم لنفسك، وانت اللي هتكون شخص مختلف لحياتك. فما تخليش اي حد يمسك عليك غلطة مهما تكون. اثق في قدراتك واثق في نفسك عشان تحقيق هدفك بين ايدك، وانتصارك الايام اللي جاية ان انت هتاخد قرار صح وقرار حاسم. كلها كام يوم وهتبدأ العدد زي ما قلت لك التنازلي في حياتك. في هنا حاجة خارج البلد، انت مش في حد عندك خارج البلد مستنيه يعود، مستنيه يرجع، في حد مش موجود مستنيه، مستني تتكلم معاه، الله اعلم. بس في حد عندك مش من البلد اللي انت قاعد فيها، بعيد، في اتصالات بينكم او في كلام بينكم، في امور عندك بتتفتح، في تغيرات، في عندك كذا حادثة بتحكي لك عن حياتك، او في كذا مواجهة عندك الايام دي. خلي بالك انت من اكتر الناس اللي هي بتحب العزلة، يعني من اكتر الناس اللي هي ما بتحبش يعني مش زي الاول، الامور عندك اختلفت، الامور عندك ما بقتش زي الاول خالص. فياريت تخلي بالك من نفسك الفترة دي كويس جدا، وتحذر لي من اي عراقيل ممكن تأذيك، او من اي ضغط نفسي ممكن بس يفكر ان هو يوقعك في مشكلة سلبية، او يوقعك في غدر او في خيانة. عندك طاقات حلوة، والطاقات الحلوة دي هتتوزع على دعم حلو لحياتك وعلى مستقبلك الفترة اللي جاية. في كمان هنا اهل، والاهل دول هيبقى في تجمعات بينك وما بينهم، والتجمعات دي هتكون حلوة علشان انت هتحصدها لوحدك، وهتقف على طريق جبر خاطر ليك من ربنا الفترة اللي جاية، علشان هتحصد اشياء مختلفة مع امور منعكسة لحياتك. انت مكتفي بذاتك الايام دي، مكتفي باي حاجة انت بتعملها، ومش حابب اي حد يتكلم عن اي حاجة تخص حياتك خالص الفترة دي. خلي بالك الفترة دي من اكتر الفترات اللي انت الاضواء عندك متسلطة، الاضواء عندك عالية، فياريت تهدي اعصابك وما توصلش نفسك لأذى، او ما توصلش نفسك ان حد ممكن يأذيك، او حد ممكن يتكلم عليك حتى لو من غير قصد. وتحذر لي من المواجهات ولفت الانتباه. انت شخص الايام دي مكتفي بذاتك، مكتفي بنفسك، مش عايز تتكلم مع حد ولا حد يتكلم معاك، بتخاف جدا على اللي ليك، وده غلط ان انت تخاف عليهم زيادة عن اللزوم، ده طاقة سلبية ليك. في راحة وفي خير وفي امور بتحصل لك حلوة، انت براسم خطط وراسم حاجات، والحاجات اللي انت راسمها هتكون من اجل حظك ومن اجل نصيبك. ارمي ورا ظهرك اي ضغط نفسي، ارمي ورا ظهرك اي مشاكل ممكن تأذيك. الحظ من جنبك والحظ الحلو من نصيبك. في هنا كمان وشوش، والوشوش دي هتكون مزيفة، وهتعرف قد ايه ان هم اصلا اشخاص كانوا غلط اصلا في حياتك. والبومة اللي بتراقبك ومركزة جدا معاك دي قصد ان هي تأذيك، قصد ان هي تضايقك وتحرق دمك، فما تدهاش الامان ولا تركز معاها. طول ما انت مركز على هدفك ومركز على الامور اللي في حياتك، انت اللي هتلاقي الحظ والخير من نصيبك. طاقاتك ايجابية، وفي اخبار سر عندك، ما تشغلش بالك، ارمي ورا ظهرك اي اذى. حان وقت تفرح بانتصارك. انت تخنت اكتر من مرة، وسبب الخيانة اللي كانت عندك هي طيبة قلبك،
وسبب المشاكل اللي انت كنت فيها هي اختياراتك ببعض الاشخاص الغلط اللي في حياتك. وزي ما قلت لك، انت اختياراتك لكل الناس صح، واختياراتك انت، اختياراتك انت لاصحابك، لاصدقائك، للمقربين، لقلبك بتبقى غلط، وغلط قوي كمان. فهدي بالك وهدي اعصابك واشغل نفسك بأي طاقة جديدة بتدخل لحياتك، علشان لقاء القمر هيجمع ليك أفكار وهيخليك تشتغل وتعافر وتجاهد وتوصل لكل الأحلام اللي عندك واللي طال انتظارها في حياتك، في فرحة وفي خير وفي دعم وفي توقعات جديدة أو توقعات جذرية لحياتك الفترة اللي جاية، مع بعض الانتصارات اللي هتكون من نصيبك إن شاء الله بإذن الله. طول ما أنت واثق في قدراتك هتلاقي الدعم، وهتلاقي كل اللي سابك هيرجع لك، أو كل اللي سابك ناوي يكلمك الفترة اللي جاية جدا. ونشوف الطالع بتاعك، بس خلي أعصابك هادية. بسم الله ما شاء الله عليك. لا ابشر بقى. أول حاجة، أنت عندك ترقية خلال كام يوم، او فلوس جاية، او مكالمة حلوة، في حاجة هتخص شغل عندك انت مستنيها، او في فلوس جاية لك، بس الاكتر هتكون مكالمة شغل او ترقية باذن الله. في عندك هنا خروج اشخاص من حياتك مزيفين، خروج اشخاص من حياتك كانوا بيأذوك، خروج اشخاص من حياتك عاملين ان هم بيحبوك وبيدعوا وش الحب، وهم اصلا كارهينك وعاملين لك عراقيل كتيره، ودي اسباب كانت واقفه في وشك. في ناس برضو بتدبر لك مقيده وما زالت موجودين، بيدبروا لك حفره، بيدبروا لك اشياء. ما تقلقش، انت متالق وواثق من نفسك، مهما يدبروا لك ومهما يعملوا لك انت عندك امور هتتظبط الفتره اللي جايه. من كل اللي ظلمك فوضت امرك لربنا، فوضت حظك، فوضت، قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا هياخد لي حقي. احب اقول لك ان في حد عايز يتواصل معاك، حد معجب بيك، عايز يكلمك، عايز يعرف اخبارك، في هيبقى في كلام عندك الايام اللي جايه. والعدو اللي عامل حبيب ليك انت كده كده عارفه، وعارف ان هو مش لطيف معاك ولا عايز لك الخير، فما تقلقش، انت مميز، معروف عنك ان انت مميز، وعلشان كده هيكون في بشرة خير او بشرة سارة لحياتك. في كمان هنا ان انت من بعد الضربات اللي انت خدتها في حياتك، ومن بعد الخذلان والضربات اللي علمتك قوتك، يعني في ناس بتاخد الضربة فبتتعب، بتتأثر، بيحصل لها حاجات كتير، انت الضربة لما بتاخدها بتقوى، الضربة لما بتاخدها الوضع عندك بيتغير، ما بتبقاش على حالك ابدا، الامور عندك بتختلف 180 درجه، فما بتبقاش زي ما هم مفكرين. الايام اللي جايه في مقابله مهمه لحياتك، بس في ست كبيره بتدعي المحبه ليك، ست كبيره هي يعني عامله لك كده مشاكل. ومين الفتاه او مين الواحده اللي دخلت بيتك خربته، دخلت بيتك اذتك وعملت لك عراقيل بطريقة كبيرة جدا. الأيام دي من أكتر الأيام اللي أنت بدأت تهتم بيها في نفسك، عندك حسد، والحسد ده هو اللي ممتلئ كل اللي بيحصل لك ده. أقارب مقربين عارفين كل تفاصيل حياتك وحاسدينك عليها. أنت برضو ما بتيأس أبدا، وعلشان كده هيكون عندك خطوة جديدة في مجال عملك، خطوة جديدة هتكون فتحة خير. احترس من الطريق المهملة ليك، وحاول تستعيد نشاطك وتستعيد ثقتك بنفسك. خبر مفرح او طاقة مفرحة او حاجات هتوسع من امورك الفترة اللي جاية، انت بتدعي في حياتك. من بعض الدعاوي اللي انت بتدعيها دي هيكون في انفراجات، فما تقلقش، انت كده كده اصلا منصور، وكده كده هيكون عندك اخبار حلوة. بس في خنقة بتجيلك مع ضربات قلب سريعة في صداع، ده بيكون سبب الحسد برضو الشديد، فما تقلقش. في خلاف بينك وما بين حد قديم في الماضي، خلاف بينك وما بين حد كان في بينكم علاقة، كان في بينكم قربة، اتخانقتوا، بعدتوا عن بعض، الخلاف ده الفترة اللي جاية دي هينتهي، ممكن يكون في عزومة هتتجمعوا، كل واحد هيقول اللي عنده، هيبقى في كلام، انت مريت بس بحبة ظروف ورا بعض، خلوك عامل عن خلوك مختلف عن اي حد.
في هنا كمان فترة فيها انفراجات، بس في ضغط عليك، التزامات وتراكمات جواك، في سفر، انت بتفكر في سفر، فعشان كده بتخلص ورق في المحكمة، بتفكر في سفر علشان تبني مستقبلك من جديد. الله أعلم انت بتفكر في سفر ليه، فانت عندك سفر، والسفر ده هيكون خير ليك. انت دايما لافت الانتظار، لافت الانتباه، دايما لافت الاشخاص كلهم حواليك، وعشان كده هيكون في تعزيز علاقة في حياتك. نجمك خفيف، خلي بالك من موضوع نجمك خفيف. نجمك خفيف يعني الحاجة اللي بتحكي عليها ما بتتمش، الحاجة اللي ممكن تفكر فيها وتشارك فيها افكار اصحابك ما بتتمش، فياريت ما تشاركش حد في افكارك ولا تحكي حاجة عن حياتك ابدا. معروف عنك ان انت روحانياتك عالية، معروف عنك ان انت بتثبت حياتك، بتثبت اخبارك بنفسك، بتثبت ثقتك بنفسك، الله اعلم. بس في حد قريب منك، الحد ده انت بتحبه قوي، هو الوحيد اللي ممكن يكون في حياتك كلها قريب منك، خلي بالك منه، وما تخليش اي حد يسلطه عليك، علشان انت لما هتهمل فيه الامور هتختلف. في اشخاص من الجيران او من السكان اللي عندك، الاشخاص دول بيأذوك، ورغم ان هم بيأذوك انت مش واخد بالك، علشان انت بتقدم لهم الحلو ومازال بتقدم لهم الحلو، وهم بتلاقيهم بيقدموا لك الشر. عيونك كلها دموع، رغم ان انت حطيت سد وخدت قرار وقلت مستحيل ارجع في القرار اللي انا خدته ده، في انتظار او في حنين ولهفة واشتياق، بس الاكتر انت عندك انتظار الايام دي، وهيبقى في كلام حلو بينك وما بين شخص او بينك وما بين حد. انت دايما بتدور على الاحتواء، دايما بتدور على الحنان، دايما بتدور على الاستقرار، فعايزاك تخلي بالك من نفسك وتحذر من حد بيستغلك او حد بيلعب عليك. في هنا شخص عامل حبيب وعامل صديق، وهو خبيث اتجاهك، ودايما اقولك ما تأمنش لأي حد، وما تحكيش اسرارك لحد، احتفظ باسرارك لنفسك، علشان اللي حواليك مقدمين لك الحب، بس هما مستنيين لك غلطة، مستنيين لك اي حاجة تقع فيها. كل اللي عليك علشان تنجي نفسك من عذاب، تحصن نفسك اول باول، وتكتم وتخبي. طول ما انت هتكتم وتخبي، هتلاقي رسائل كتيرة جدا بتدق على بابك، وهتلاقي اشخاص كتيرة جدا عايزين يتكلموا معاك وعايزين يقربوا منك. ليه؟ علشان انت صحتك الايام اللي جاية هتتحسن، صحتك ان شاء الله باذن الله هيبقى فيها اخبار سارة، في عودة، في اشتياق، في لهفة، في كده حنان هيبدأ ياخد خطوة جريئة في حياتك، او انت ناوي تاخد خطوة جريئة. في كمان هنا كل، يعني انت مشكلتك كل ما بتفتح قلبك وبتقول خلاص انا هبدأ اشوف مستقبلي، انا هشوف حياتي، بتلاقي ضربة قوية عليك، كل ما بتقول هانت بمعنى اصح بترجع اسوأ ما كانت. في رجوع للمنفصلين، احب اطمنكم ان انتوا في رجوع عندكم، او في حد جديد، في كلام وفي محاولات جديده في حياتكم العاطفيه. في كمان هنا موازنه، ما تخلوش الحسد يسيطر عليكم، انتوا اللي سيطروا على الحسد، حاول تهدي نفسك وتطمن نفسك الايام اللي جايه. في هنا كمان ان انت وقعت في مشكله وبتحاول تفكر ازاي تحلها، المشكلة دي او الموضوع ده ربنا الوحيد اللي هينجيك منه، وهيخرجك من اي ازمة انت بتمر بيها، او اي صدمة، او اي عراقيل، او اي حاجة سلبية انت ناوي، يعني انت حاليا لو بتمر بصدمات، بخذلان، بطاقات، فانت عندك طاقة فرج وعندك طاقة تغيير الفترة اللي جاية. وانصحك ان انت تاخد حذرك من الكوابيس اللي بتحلم بيها، ومن الطعن والغدر. دايما عندك احلام مليئة بالكوابيس، احلام مليئة بالتعب، صداع مستمر، خنقة، ضيق، مشاكل، في كذا مشكلة انت بتعاني منها، فالايام اللي جاية هيكون عندك رحلة، والرحلة دي هتكون رحلة حلوة، هتكتشف فيها مواضيع كتير،
وهتكتشف فيها طاقات بإذن الله هتكون حلوة. بص انت هنا مريت بتجارب كتير، مريت بكذا درس خدته، يعني خدت كذا درس في حياتك او خدت كذا ضربة في حياتك، ورغم ان انت خدت ضربات كتير وخدت ازمات كتير انت هتنتصر على اعدائك. ليه؟ علشان انت الايام دي بتفكر اكتر ما بتشتغل، بتفكر ومركز كويس جدا في حياتك، مركز في المستقبل، مركز في الماضي، مركز في كل حاجة، ومن كتر ما انت عمال تفكر مش عارف تنام كويس. في طاقات سلبية حد هيوزعها عليك بنية انه الطاقات دي كويسة، وما تسمعش كلام حد. انا بقول لك اهو ما تسمعش كلام حد. وفي الشخص اللي هيجي لك من الماضي ويحاول يرجع ليك، القرار هيكون قرارك انت في الرجوع. انت اكتر ألم عندك الايام دي ألم في المفاصل، القولون، انشغالات، ضغوط، مشاكل سلبية، حاجات بتمر بيها، او قلق او خنقة. فما تقلقش، عشان ده كل الامور دي هتتبدل الفترة اللي جاية، وهتحصد خير بإذن الله مع جبر خاطر هيعوم على حياتك. في كمان هنا فرحة، الفرحة دي طال انتظارها، بقالها مدة كبيرة جدا عاطلة. انت كل ما يعني كل ما بتقول خلاص الاضواء عندي هتنور، الامور الحلوة عندي هتشتغل، بتلاقي المشاكل السلبية مسيطرة عليك ومسيطرة على حياتك بالكامل. فالايام دي من احسن الفترات ان انت لو ناوي تبيع ارض، ناوي تبيع بيت، ناوي تبيع سكن، ناوي تبيع اي حاجة في حياتك، دي من احسن الفترات اللي انت ممكن تبيع فيها اي حاجة تخص حياتك. يعني اي حاجة عايز تبيعها الفترة دي احسن الفترات. امورك مادية او دراسية او مهنية، كله ده انت هتشتغل عليها. عندك زيارة لطبيب، لا اما تحاليل، لا اما اسنان، لا اما تجميل، الله اعلم. انت عندك زيارة للطبيب الفترة اللي جاية، علشان ده هتاخد خطوة، او ممكن تروح مع حد، الله اعلم. بس في هنا حيرة، في حيرة من موضوع انت حيران فيه او بتعاني منه، في كذا حاجة انت بتعاني منهم. انت الايام دي بقى يعني شخص مختلف، بتبعد وبتمشي وتترك اي حد ممكن يأذيك، اي حد ممكن يوشوش افكارك او يوزع عليك طاقات سلبية، انت ممكن تبعد عنه وما بتفكرش ان انت ترجع له، او بتفكر ان انت يكون في بينكم كلام تاني زي الاول. لا، بترمي ورا ظهرك وبتطلع ناس من حياتك وبتعمل حاجات جديدة مختلفة. وعلشان كده دايما اقولك خلي بالك من نفسك، وانصحك دايما ان انت تركز على طاقاتك وتوزع الفرح اللي هيكون من حياتك الفترة اللي جاية، علشان انت حصدت كتير، من كتر اللي انت حصدته هيكون عندك خير، خير وفرحة بإذن الله هتستقبلها لحياتك مع حسن حظ. انت الحسن الحظ اللي عندك ده واضح جدا ان انت هتستفاد منه، واضح جدا ان العراقيل اللي عندك دي هتنتهي لصالحك انت. انت مميز وبتاخد قرارات صح، ومن اجمل الفترات اللي جاية ان انت هتعزز علاقاتك، وهتبدأ اتصالاتك، وهيبدأ عدد التنازلي اللي عندك، ان انت تحرك امورك في اخبار سارة اتجاهك. وفي كلام حلو هيتقال، وعايزاك كمان الفترة دي تهدي أعصابك خالص، علشان خاطر انت عندك باب هيتفتح بإذن الله، والباب ده هيكون سبب ان انت هتحقق أمنية، او هتتعرف على حد في حياتك برضو هيكون سبب في قضاء حاجتك من بعد ربنا. طبعا انت مؤمن بالله جدا، بس الفترة دي اعصابك تعبانة من اشخاص حواليك طال فيهم انتظارك، او مستني عودة حد غايب عنك بقاله مدة. فالفترة اللي جاية بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى هيكون عندك تبشرات حلوة طال انتظارها. ما تقلقش خالص، انت لسه قدامك الحياة واسعة، وهيكون عندك برضو طاقة فرج او طاقة حاجة حلوة. بس ليه ظاهر لك اسم علي او اسم محمد موجودين في حياتك؟ انا حاولت اني اكتشف لك هم وراهم ايه، بس هم ظاهرين بس في حياتك، والله اعلم صلتك بيهم ايه او قربك بيهم ايه، لاما حد هتتعرف عليه لاما هم موجودين في حياتك. محمد وعلي قول لي بيعملوا ايه في حياتك، هو اسمهم موجود على الزوايات بتاعتك. اخبار سارة وتوقعات جميلة. لو عجبتك القراءة طبعا ما تنساش تقول لي، وقول لي علاقتك بالاسمين دول ايه.